زينب، محطتنا التالية أيضا رح نسلط فيها الضوء على مفهوم تحقيق الجودة في القطاع التعليمي، وهو كمفهوم ما هو أدواته وأدوات تحقيقه وأهميته وغيرها من التساؤلات اللي رح تجاوبنا عليها الأستاذة نتالي الطويل، ماستر في إدارة الجودة في نظم الإدارة المتكاملة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا صباح وسهلا. الخير، يسعد اهلا صباحك فيكم. واهلا وسهلا فيكي. ميرسي. يعني عم نحكي عن يمكن مفهوم الجودة بالقطاع التعليمي، وبس نحن نحكي قطاع تعليمي يعني الموضوع كثير بهم كثير من الاهالي، فخلينا نحكي اول شيء نفهم المصطلح قبل ما نبلش بالتفاصيل. تمام. هلا الجودة كمصطلح تعني الايفاء بمتطلبات الزبون، اللي هي الزبون عندنا شقين، اولياء الامور من طرف، والطرف الثاني اللي هو الطالب متلقي المعلومة أو التلميذ. إذا أخذنا الجودة بالقطاع التعليمي تماماً، هي خلق بيئة مناسبة بكافة الظروف المناسبة، الإيفاء بمتطلبات بالموارد الخاصة فيها، يعني نوفر مثلاً موارد بشرية لنفرض العاملين الأساتذة المدرسين، وبالإضافة للموارد المادية اللي هي المناهج التعليمية، مثلاً عندك المادة العلمية الخاصة بذلك، طرق التعليم الصحيحة، نعم. كل هالأدوات الجودة اللي بتساعد لتحقيق هالعملية، يعني خلق بيئة تعليمية مناسبة لهالموضوع. تمام. نعم. يمكن مفهوم الجودة هو مفهوم واسع وأيضا يتطلب أنه نحن نوصله للآخرين، يعني هلأ نحن متخصصين هلأ بالقطاع التعليمي، يمكن نحن بحلقات سابقة حكينا عن الجودة قد ايه بتلعب دور بحياتنا اليومية، صحيح. حتى بفنجان القهوة اللي نحن عم نشربه، إذا بدنا نحن نبلش في يومنا، إذا كانت القهوة طيبة فبلش يومك مبسوطة لأنه زينب هي بالنهاية عملية، فإذا عملتي متكاملة هالعملية كمدخلات ومخرجات 100%. بشكل صحيح، فأكيد رح تحصلي على مخرج صحيح بالنهاية. تماما. خلينا نحكي أيضا عن الجودة التعليمية لبناء جيل، ونحن بنعرف طالعين من حرب يعني مانا بالحرب السهلة، وأيضا جيلنا هو نحن بحاجة إنه نعطيه أكثر، يعني ما نحن نعطيه بمستوى جيد، لا نعطيه بمستوى ممتاز لنقدر نحن نوصل للجيد. نحكي عن هاي النقطة. تماما. الأدوات لبناء الجودة مثل ما قلت لك نركز على توفير الموارد، الموارد بشقينا، الموارد البشرية اللي حكينا لازم تكون هي عبارة عن موارد مدربة ذات خبرة كفاءات، نتعب على هالموارد البشرية، نعمل لهم دورات، هالدورات بتساعد انه نعمل لهم تأهيل، فبصيروا في خبرة وفي كفاءة لا يعطوا هذا الجيل. بالإضافة لذلك عندك الموارد البشرية لازم يكون عندها أسلوب، فبتلاحظي نحن دائما المادة، أي مادة دراسية هي مادة جافة، إذا ما أعطيتيها بأسلوب مرح تلاقي الولد مثلا جاي على البيت حافظ المادة أو الطالب أو هذا، لأنه أو ما نفهمان. فإذا كان الأستاذ أو المعلمة بالصف مثلا قدراني تعطي توصل المعلومة بشكل مرح، وأنا دائما بقول الأسلوب هو الأساس دائما، بالإضافة للمادة العلمية المنهاج الأساسي، لما بيكون المنهاج مدروس ودائما بيكون معتمد على دليل الجودة اللي هلا حاطينها مشكورة وزارة التربية، في عنا شيء اسمه الكواليتي هيك مانوال، يعني دليل جودة خاص بهذا الموضوع، فبتلاحظي إنه صار في عنا ضبط وتركيز أكثر على موضوع المادة العلمية. نعم. فبهالطريقة بنقدر نحصل على مثل ما قلت لك جودة بالتعليم، طبعا هي ما بتنبنى بشكل يوم أو تاني، لازم دائما تنرفد عملية بتطوير تراكمية وتحسين. يمكن. تماما. وتحسينها. طيب يمكن نحن شفنا سالي مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن الأستاذ ما عاد اتذكر يا حمص يا طرطوس محافظة اللي عم يعلم طلابه بطريقة كتير كمان فيها شيء من الترفيه، هذا يعتبر نوع من الجودة الخاصة فيه بطريقة صح. مبتكرة حتى يوصل المعلومة، اللي هي ترسيخ المعلومة ترسيخ بتلاقي بذهن المعلومة الطفل. نحن بحاجة لها هلأ بهذا الوقت. طبعا. طيب خلينا نعرف ليش نحن اليوم يعني قطاع تربوي المفروض نهتم بجودة القطاع التعليمي، إن كان من كوادر مثل ما حكيتي، إن كان من جودة العملية التربوية أو إيصال المعلومات. تمام. أول شيء لازم نعمل عملية ارتقاء بهالمستوى التعليم. نحن مرقنا بظروف حرب وعنا كورونا، فاقد تعليمي، عنا عدد كبير من الطلاب تقريبا بالمليون طالب فقدوا موضوع عجلة تعليمية بسبب موضوع الحرب. فأول شيء لازم نركز عليهم أنه نحن نقدر ندعمهم لهالطلاب، فبالتالي أول شيء لازم ندعم مثل ما قلت لك هل الأداة اللي هي تأخذ الشقين، هذا أول شيء. ثاني شيء الترابطية والتفاعلية بين كل هالأدوات، دائما لما بيكون الأستاذ وبالعكس الأستاذ مؤهل والمادة العلمية مانا
على مستوى، فبتلاقي في خلل صار بالعملية. صحيح. فلازم يكون في عملية ترابطية وتفاعلية بالعملية. وبرجع بقول لك الجودة بالتعليم هي عبارة عن عملية، إذا قدرتي تدخلي بمدخلات صحيحة فطبيعي رح يكون المخرجات أخذة مستوى عالي، وبالتالي ارتقاء بمستوى التعليم. بده شغل، نحن أكيد مرقنا بظروف ما نهينة، بس أنا بلاقي إنه مجرد إصدار دليل جودة بوزارة التربية فهذا عم بيعطي كتير ارتقاء بمستوى التعليم، وهم بيشتغلوا بهذا الموضوع مشكورين. نعم، يمكن من الأدوات أستاذة نتالي هي أيضا الأساتذة المشرفين على العملية التعليمية، قديش مهم لتحقيق الجودة التعليمية يكون عندهم دورات دائما تدريبية وتأهيلية أيضا، ودائما مواكبة نحن الشيء اللي عم يعني مثلا اللي كنا نحن ندرسه بالابتدائي غير اللي هلا الطلاب عم يدرسوا بالابتدائي. وأيضا بالمرحلة الإعدادية والثانوية عندنا تطور، وأيضا نحن بنقول إنه بتجي الأم لتدرس ابنها بتقول أنا ما أنا مارق علي هذا الشيء، فقد المهم إنه نحن نعمل دورات، نحن نعطي أيضا أفكار للأمهات في المنزل اللي لا ما بيقدروا يحطوا أساتذة خصوصي لأولادهم، كيف نحن متبعين طريقة المنهاج وأيضا مواكبين العصر. الإدارة الصحيحة بالمدرسة أو مثلا عنا بالوزارة، وزارة التربية وهالأمور، هي عبارة عن قوة دافعة، هي اللي بتوجه مثل ما قلت لك أول هذا. في عنا نحن موارد، إذا أنت وجهتيها بشكل صحيح وبتوصل المعلومة حتى مثل ما قلنا للبيت بشكل صحيح. لما بيكون في عندي ملخص صحيح أو طريقة إعطاء صحيحة بيصير عليهم نسبة مثلا 30% مو مثلا 70%، لأنه هو واصل للطفل أو الوظيفة هو أيوة تمام، مو الأب أنه مثلا أو الأم بدهم يحلوا الوظيفة، فبتلاحظي أنه الولد إجا فهمان. فبرجع بقلك الأسلوب، كل ما كان الأسلوب مثل ما حكينا هذا الأستاذ، طريقة المرح اللي وصل المعلومة فيها، وطريقة بتلاقي أحيانا أدوات بسيطة كيف كنا نحن وصغار مثلا على عد الإقدامة وكذا، تلاقي هالمعلومة لساتها ببالنا، ولهلا لما بنعلمها لأولادنا هالشغلات البسيطة بترسخ ببالهم، لأنه عم بتدخلي أكثر من حاسه انت تمام، حاسه النظر واللمس مثلا والسمع وهيك تمام. طب خلينا نحكي شوي اليوم بسوريا، يعني ضمن الامكانيات الموجوده والمتوفره، ليه ما بيكون في لجنه لقياس جوده بالقطاع التعليمي؟ يعني تصنيف المدارس اللي ما وصلت لهي الجوده بالقطاع التعليمي، انه يتم العمل عليها على كادرة ضمن امكانياتها، مثل ما قلتي ضمن امكانياتها بسيطه ممكن تحققوا هذا الشرط. بلشنا طول ما في صار في عنا لجنة للجودة بالوزارة نحط دليل جودة، هذا كتير شيء نقطة انطلاقة كتير دافعة لهذا الموضوع. حطيتي دليل جودة حطيتي معايير، متى ما حطيتي انت معايير حتى في المواصفة الجديدة يعني. تماما، هلأ في مواصفة جديدة خاصة بالأمور الإرشادية التعليمية ISO 22000 إصدار 2018 بأيار صدرت، فهي خاصة بالأمور الإرشادية لموضوع الجودة. فأنت إذا حطيتي معيار تقدري تعملي هالكلاسيفيكيشن هالتصنيف، تقدري تحطي مثلا هالمدرسه A و B و C. بس شفتي موضوع الكورونا شوي عم بيتعب بهذا الموضوع، يعمل شويه عراقيل، والا موضوع حط دليل الجوده هذا كان ممتاز بهذا الموضوع. تمام صحيح. كيف فينا نحن ننظم هذا الموضوع؟ مثل ما ذكرتي حضرتك استاذه نتالي، يعني مرق علينا الظروف وخاصه الكورونا، يمكن في كثير طلاب ايضا مثل ما بيقولوا تكسلنوا رخوا بدن، ايضا الاهالي يمكن تسكر كمان المدارس، بعرف الاشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما عاد في هذه المتابعه التعليميه المفروض بالعكس نحن نزيدها ونزيد ساعات الدراسه. كيف فينا نحن ننظم هالوقت والادوات؟ التنظيم دائما بياخذ شقين، اول شيء لازم نحط خطه، الخطط او تحقيق الخطه المدروسه المناسبه بفتره زمنيه مربوطه فيها، وحط موارده المناسبه، الموارد المتاحه طبعا. فلما بتحطي خطه وبتربطيها بالفتره الزمنيه بتصيري بتقدري تحطي تارجت هدف معين. مثل ما قلت لك الهدف لازم يكون دوما سمارت، هدف ذكي قابل للتحقيق. لما بيكون هذا الهدف محدد بفتره زمنيه وباشخاص بحدد لهم مسؤوليات وصلاحيات، فبقدر انا انظم اموري اكثر. وطبعا في اولويات، وبرجع بقول لك الاولويات للفاقد التعليمي
اللي هلا كثير في مدارس بلشوا ينهوا موضوع الفاقد التعليمي هذا اول شيء، وشغله ثانيه الطلاب اللي تخلفوا عن موضوع الدراسه كمان يقدروا يتابعوا عجله التعليم اللي راحت عليهم بفتره الازمه والحرب. نعم يعني حكينا نقاط كثير مهمه، بنتمنى تكون موجوده فعلا معايير الجوده باي قطاع كان حكومي وخاصه التعليمي لحتى ننتج فعلا جيل، وجيلنا بيستاهل يعني طلابنا أكيد. بيستاهلوا كل شيء. عندنا فكر مثل ما بيقولوا الفكر السوري، فكر ذكي مبدع ومتميز، وهذا اللي بنلاحظه وين ما نوجد الشخص السوري بعقله في ابداع وفي تميز. اكيد. شكرا كثير لك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها استاذه نتالي الطويل، وان شاء الله نكون لنا وقفات ثانيه. يسعد صباحكم. شكرا لكم. ميرسي. شكرا لوجودك معنا.